مساء الخير على حضراتكم جميعا. حضراتكم احنا دلوقتي في برج الاطباء، ده نموذج 130 متر. النموذج عبارة عن ريسبشن كبير، 3 قطع، غرفتين كبار، غرفة على الشارع الرئيسي وغرفة على الشارع الداخلي او المنور الداخلي بتاعنا، وحمام كبير ومطبخ كبير. النموذج بتاعنا ده احنا هنبص عليه، ده نموذج متشطب الترا لوكس. يلا بينا نتفرج. من الانترو كده احنا دلوقتي داخلين النموذج بتاعنا، ده الانترو بتاعنا. تمام كده احنا دخلنا. من هنا ده الباب او ده المدخل، ده الغاز بتاع النموذج بتاعنا. كل الوحدات عندنا كاملة الخدمات، مية كهرباء غاز بعدداتها، والعقار مرخص. ده الانترو بتاعنا، ده كده الريسبشن. عاملين شغل جيبسون بورد في السقف، الكيرفس دي شغل هايل جدا والديزاين نيتش جدا. ده الريسبشن بتاعنا، ده ديزاين ان بتوين الكلاسيك والمودرن، ده نيو كلاسيك ديزاين. هنا في وشنا ده التراس، زي ما حضراتكم شايفين الفيو قدامنا مفتوح، اوبن فيو. النموذج ده مميز جدا، هو وكل النماذج اللي زيه، لان الفيو بتاعها مفتوح جدا والتراس واسع جدا، حوالي 1.80 متر، بالتالي بيدي حضرتك مساحة واسعة ان انت تقدر تعمل قاعدة هنا، او زي مكان احنا نقعد فيه ويبقى مكان هادي لينا ناكل فيه، او لو معانا ضيف او حاجة نقدر نبقى متواجدين فيه. ده الجزء التاني من الريسبشن. هنا ده احنا عاملين عتبة بحيث ان احنا يبقى مكان سبيسيفيك شوية او خاص شوية بالضيف والانتري. تمام، برضو نفس الفكرة بتاعت الجيبسون بورد في السقف مربع. هنا برضو عاملين مكتبة بالجيبسون بورد. تمام، بيكمل نفس الديزاين الرائع اللي احنا عاملينه حاليا. وده قدامنا، ده شكل الجبسون الحائط. هنا هيبقى في شاشه طبعا للضيوف اللي قاعدين معانا في الانتري. تمام، احنا بنراعي جدا في الشغل بتاعنا في التاسيسات، بنعمل كل طبعا الايه شغل الوصلات بتاعتنا من كهرباء وانترنت وكيبلز بتاعت الشاشة أو بتاعت الريسيفرز، بتبقى كلها مدفونة في الحيطة بحيث بس بنوصل الكيبلز ده. وده طبعا الشغل الجديد، يعني ده الديزاين. وآدي الروم أو السيكتور التالت أو الديبارتمنت التالت من الريسبشن. برضو هنا شباك على الشارع، برضو الفيو مفتوح. حابب أوري حضراتكم الفيو بتاعنا، يعني open view تماما، الامور مريحة جدا للعين، مفيش جار قدامي، الشكل العام رائع جدا، والمكان هادي جدا نفسيا لأي حد بيحب الخصوصية والهدوء. نبتدي دلوقتي ندخل على الروم الاولانية. يبقى احنا كده شفنا الريسبشن، نبتدي نشوف الروم. اول روم قدامنا دي روم بتبقى للأطفال أو لأفراد العيلة غير الأب والأم. يعني دي الغرفة، الغرفة مساحتها حوالي 4 في 5. عاملين برضو شغل جيبسون بورد في الأطراف وجبس في السقف. عندنا تراس على الشارع الرئيسي بره، نفتح الشباك يدخل لنا هواء وشمس كويس جدا. دي أول روم. بعد كده هندخل على الروم الثانيه. واحنا داخلين هنا في طرق التوزيع لينا، من اول ما ندخل من الباب في طرق التوزيع للغرفه بتاعه النوم، لان عشان يبقى فيه خصوصيه. وهنا المطبخ حاطين فيه، يعني عاملين فيه فتحه للاكل والشرب وكده، دي عشان برضو البرايفسي بتاعه ست البيت اللي هتبقى موجوده ان شاء الله في النموذج، بحيث ما تبقاش برضو مجروحة او متشافة من لو عندي ضيف او حاجة. دي الروم التانية.
دي الروم بتاعت الاب والام، عاملين برضو الديزاين بتاعها حلو جدا برضو. ده نيو كلاسيك، مش مودرن ومش كلاسيك، ده نيو كلاسيك ميكس ما بين الكلاسيك والمودرن. الكلاسيك والمودرن بيدينا الانطباع الرائع ده. الغرفة دي الجراي لايت جراي، واللايت جراي من مميزاته في غرف النوم ان هو مريح للأعصاب، وكمان بيدي انطباع بالراحة والهدوء. ده لايت جراي، ده في الروم بتاعت النوم. الروم بتاعت برضو كبيرة جدا، تاخد كل حاجة، تاخد السرير بتاعنا مستريح، دولاب مستريح، سراحة مستريحة جدا. الروم تاخد اي مساحات، يعني اي مساحة في العفش تاخدها الروم، مش احتاج ان انا افصل روم او حاجة. مميز عندنا برضو الحمام، مساحته من المساحات الرائعة جدا. ده الحمام بتاعنا، الحمام بتاعنا برضو زي ما حضراتكم شايفين اخد حوض مستريح كبير، قاعدة مستريحة، بانيو كامل. وهنا ممكن لو حد في النماذج المتاحة عندنا، احنا فاضل عندنا نموذج كمان غير النموذج ده، ان احنا نعمل شاور روم لو احنا حابين. فبرضو الحمام رائع جدا ومميز جدا، يتحمل اي مساحات سواء قاعدة مدورة او احواض اكبر من كده. زي ما حضراتكم شايفين المساحة ضخمة جدا، تتحمل اي تفاصيل داخلية. ندخل بعد كده على المكان اللي بيخص وبيهم ست البيت، ده المطبخ بتاعنا. زي ما حضرتك شايفة او حضراتكم شايفين المطبخ كبير جدا، اخد حوض مستريح، اليونتس تحت الرخامة تبقى مستريحة جدا، من فوق نفس الموضوع، تاخد غسالة كاملة، تاخد تلاجة، تاخد البوتاجاز، كل التفاصيل بتاعتنا تاخدها، مفيش اي مشكلة. ده طبعا مكان البوتاجاز، ده مكان الغاز، وصلات الغاز. عاملين لحضرتك هنا عشان لو جنب الشفاط المسطح، عاملين لحضرتك شفاط عادي في المطبخ، لانه اكتر فعالية ومور افكتيف. لو حضرتك مش حابة تحطي شفاط مسطح معاهم، هيبقى ده ساتسفاي جدا وإناف جدا.